خضر عادي بعد ما هتصنت هاي دارجان كابلا بهرت عيد مبارك عيد مبارك أمضى إسلام كوردن وحنور رجيني عيد مبارك عيد مبارك ملك استو الدنيا ذاك شوكتان دا وضيال وحن ذلنا إن بدك عيد ملك استو الدنيا ذاك شوكتان كسر لو هذا برنامج كسلامها مناسبة العيد لها وتلفيش كقرك كجمهورية الصومال لن وفرصة ذي سيو إن السلامتان إه الذين كليجت السنة يكون نور طافها عالم قيادة الجزية سبع وحبر بركية تاجن ياسين عبد الله الحاشي كسرو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك كل عام وأنت بالخير وحنالك المنطقة السلامة يا أمة الإسلام كا شعوب الإسلام كا ملك سيد شوغان وحنلي هاي عيد وناكسن وحنمر لبعض سلامة يا أمة أفك الصومالية كو هذا الشؤون مرصد حاد وحن سلامة يا دوينها الرئيس الصومالي لان مدح ديسا ومدحونا شمريد الصومال عنوه الرئيو إن مدحونا كحيون كوكحيقو إن مسؤولين تقول ياش قرن كوكحيقان إن مسؤولين تحسحاب تقرن كا وقدومي هيك فسع على ورابوه الرئيو آديات بندمانتي ذي اللي عيد وناكسن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مرة بعض وحن دوني هكي يدنك السلامة قويس كيقا يدمان إن قرابة ضيضة يدمان إن أصحاب تيدا أنت بوحن ليها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك كل عام وأنت في الخير مقعي هو مختار محمد بلبل وحن كمدة هيقول بتشوكتا رير سومال لان وحن كمدة مقالة مانشستر مدوين كيودن بيه وحن كسوكنا ودن كه وحن دوني هل كنا نكسلام دمان شعوب إسلام كه قارهان شعوب رير سومال لان يوم مدة إسلام كوردن وحن سجارة هل كانوا قصر عامة يا مدحوينها قرن كسومال لان مدن موسى بيحي عبدي يو قل ياشا قرن كدمان تود تقبل الله منا ومنكم بالله صالح العمال إلى هاي عيدة عيدة دا هاي نقو قارس يبش بش يبر واغو إذن كان عادي أبدان ذو كمان نقيا وما حسنتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان حنبالي الصلاة نقدر يا دمان ومدة إسلام كامل كستيكو جوغان دا فهد وندا وحن الله يحيي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إذا ناسن دمانتين وحن هلكن كسلام يا هوية يا أمين فير نور عواله سواك الله وحن كسلام يا بهاي إبراهيم إسماعيل دبد وحن سجارة وسلام يا تيم كي قاموا نشقينه هاس كونسلتين وجوه الرئيس بروفيسور عبد الرحمن علي حرسي سمسم عبد الحسين يا دمان تيم ككلاء ونشقينه وحن لا يحيى عافمات كعيدة كل عام وأنتم بخير إذا هاي سنة كسنة إنسان ويك على سيو بش بش يبر واقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان أمد الرئيس ومالي الله أمد الإسلام كأمد الصوماليين عيد وناكسن مقع أيقوة نور حاج حسين عمر حاشي وحن شاء الله هنا نهل كان سلانق القعل إيا فرحد إيا دماشات وحن بارسن نبدا برواقضة إيا خير كأميق الصومالي الله آنو دينا دمان أمد الصومالي الله شوكت الدافع الدنيا إيا دالكبا خاصة أصحابتي شيرماني إيا نظرلاني يوكي si khaasa ayaanu salaamayaa iyo reer Hargeysa waxa kale oo jecel inaan fursad aan uga faa'iideeyo inaan salaamo caruurteyda reer Birmingham Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo hooyadood waxaan kale oo halkan ka salaamayaa caruurteydan oo ku reer Soomaaliland iguna ila jooga iyo hooyadood iyo hooyaday ahbaabtii walaalada iyo dhamaan umada Soomaaliland oo dhan qaranka Soomaaliland maanta si wanaagsan iyo nabad iyo aan ku ciiday farxad nabad galiyo heshiis galgacal isjacayl waxaan kale oo jecelahay inaan salaan iyadana qaaliya aanu diro hoggaamiyaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenta madaxweyne ku-xigeenka Cabdullaahi Saylici iyo dhammaan inta jecel Soomaaliland oo dhan inta nacal Soomaaliland waxaan leeyahay waanu heshiinay waa nabad iyo caano waa barwaaqo khayrka badan Allah mahadle Maxamed Baa Sharaf leh Soomaaliland baa milgala idina waad mahadsanti بسم الله magacay ugu xawiyaan abdalle nuur haaj xuseen halka waxaan ka salaamayaa ehelkayga xabaabteeda waxaan dadka leeyahay nabad iyo caana ku ciida waxaan idin leeyahay nabad iyo caana ku ciida anigoo magacay yahay abdalle nuur haaj xuseen hooyaday aabahay walaaladay cid kasto aan ehelnahay ayaan ka salaamayaa halka nabad iyo caana ku ciida
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحمد حسن عبد الله وعن مناسبة عيد وقفة إلي سنة إن الله لنك السلام ومضى مسلمين تميل كستو أي تشوغان قارحان ومضى صومالي قارحان ومضى رهي صومالي لان وعن لا يأي سنة كن سنة كيس إلهي هاي نو قارسي وبش بش يبرواق وحن سيدو كالالك سيقارو كسلام يا شغالاتي في قرنك وكو هولا مناسبة عيد استياء ولقيم سنة هاي المدى صومالي لان أدبد ما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم إن وحن هلك نحن بليو وقدر يا دمان شعبك جمهوريه الصومال يا دمان مسلمين تافها دونك مناسبه عيد اضحيا اوجد وحن لي هي الى هي هي نغو غارسيو بشبش يا برواقه كل عام وانتم بخير. عيد مبارك وعن سلام هلك سلام يا امه الاسلام كودن ان لي هي تقبل الله منا ومنكم وحن كلا سلام يا امه الصومال ميل جوجتبا امه ري صومالي لان وحن سلام يا وحي قرنا يوردن وحن لا هاي عيد مبارك وحن كوه راعينا يا عيد إنا ينوقف في ذي سنو عمل ونكسن وين نسكيل لأنه ما أنتوا كله وما أنت إن حلاش القوته مركب بالك مخدرات كأقات كل وين شري ما أنت هلا قف وقعدوا سوى نكسن هلا عيدوا قرابة الله السلامه وحن وقت يقول لهم يلا من عدل الله فديلا وحن ونكسن قرابة الله السلامه إيهل كلا صوص سلامه هوي يا أبو ولا له ما أنتوا ما أنت فرعد اللي صوص سلامي شري أرياض بني دي سلامه يعني جروب كي يجوا عيد مبارك عيد مبارك يا سلام صح إن ومطورن مط إسلام ما أطول إسلام حلال هاي عيد مبارك عيد مبارك أيه ما عاد بلوب ما جاي وش الدين هو يدي أبيه بسلامة دين ها أيه سلام صح مناسبة دد خادم ما سلام عيد مبارك عيد مبارك والله ها داود الولي waxaan ku gudubnaa barnaamijkeena salaamaha ee ciidda barakeysana ciidda al-adha waxa barbarkayga taagan ruucada saxafadeed sayid ismaan mire ku soo dhawow telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ee bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasantahay aad baan ugu dhawahay ee munaasabada ee farxadda ciidda awgeed ee waxaan jecelayaa halkan inaan salaan iyo hambalyo iyo bogaad inoo ka diro guud ahaan ba ummada islaamku meel kasta oo dunida ka joogto si gaar ah waxaan hambalyeynayaa oo aan salaanta ciidda ugu dirayaa umada reer Soomaaliland ee madax shicib masuuliyiin iyo dhamaan qof kasta oo ka mid ah umada reer Soomaaliland meesha doonaba dunida kaga joogey oo aan leeyahay hambalyo ciid mubaarak inta marka laga yimaado anigu waxaan ka tirsanahay bahda saxaafada si gaar ah ayaan u hambalyeynayaa oo aan ciidan iyo munaasabadan qaaliga ah hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa saxaafada Soomaaliland gaar ahaan saxaafada reer Soomaaliland ee telefishinada ugu horeeyaan oo aan leeyahay saaxiibyaal ciid mubaarak dhamaan tiimba kullu caam wa antum bakhair ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa horumar bashbash iyo barwaaqo inta marka laga yimaado anigu arinta iigu muhiimsan ee aan jecelahay halkan maanta inaan hambalyo iyo bogaadin ciidda ugu muhiimsan aan doonayo inaan u dira waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee difaaca ugu jira difaacidda sugidda amniga kala dambeynta iyo nidaamka dawladnimada ee Soomaaliland kuwa jiidaha hore jooga ayaa si gaar ah u sii salaamaya ee maanta farxadan iyo ciidan iyo munaasabadan aynu joogno ee aynu shaqooyinkii ka nasanayno ee aynu caruurheena iyo reerheena la ciidana iyagu ka maqan ee difaaca ku jira ee inaga ina ilaalinaya si aynu farxad iyo damaashaad ugu ciidno hambalyada ugu muhiimsan iyo salaanta ugu weyn kuwaasaan u dirayaa aan leeyahay saaxiibayaal qarankiina iyo ummadina weydiin ogtahay ilaahay baa abaalkiina gudi doona waa mahadsantihiin kulli caam waantu bakhayr madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan iyagana hambalyeynayaa madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyeyaasha labada gola baarlamaan madaxda asxaabta qaranka dhammaantood iyagana waxaan leeyahay saaxiibayaal hambalyo ciid mubaarak caruurtayda iyo xaaskayga iyo dhammaan shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta telefishinka Horyaal TV ee aan odag u ahay iyagana si gaar ah baan u salaamayaa telefishinka qaranka oo iyaguna ah xarunta iyo wasaaradda warfaafinta oo xarunta saxaafadda Soomaaliland hooyada saxaafadda Soomaaliland iyagana si gaar ah u salaamayaa aad baan u salaamayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiinba Soomaaliland iyo ummada islaamku guul hambalyo kullu caam wa antum bakhair dawadeel weli waxaan ku gudubnaa barnaamijkeenii salaamaha munaasabada ciid al-adha waxa barbarkayga taagan gudoomiyaha urur siyaasadeedka waaberi Cabdirasaax Axmed Ataasha ku soo dhow telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo munaasabada ciid al-adha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان تفيق غرنك اد بان دي سلاميا ان مركه هره waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto maalintan weyn
inaan ku idhaahdo dhammaan dadka reer Soomaaliland dibad iyo gudoomeel ay joogaanba ciid mubaarak kulli caam wa antu bixeyr waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu inagu gaarsiyo midnimo isjacayl wadajir iyo amni insha Allah diidamka ilaahay ka dhigo dadkana waxaan ugu baaqi lahaa inay isjaclaadaan una midoobaan dalkooda amnigooda iyo wadajirkooda anigoo dhamaan ku hadlaya ururka urur siyaasadeedka waa bari magaciisa iyo dhamaan madaxda ururka een gaar ahaan xafiis een hawladanada xafiiska executive ka oo dheecadeed taagan waxaan leenahay dhamaantiin ciid mubaarak kul caam wa antu bixeyr dhamaan meel joogan mujtamaac reer Soomaaliland iyo ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba intaasan leeyahay aad baad noo maatantay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد ان مركو هريسه الهي با محادث كله ان انه دمهي مالمحي خير كبدنا الهي مالمها اي نغا اقبل سونكي صلاتي مانتا وا عيد الاضحى وحا لي امه الاسلام كا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ضمان امه الاسلام كا غارهان شعبينا جمهوريه الصوماليه امه الاسلام كو عيد مبارك ilaahay sanad ka sanadkiisa bashwaas iyo barwaaqo iyo ictiraaf caalami ah inuu gaarsiiyo waan ma sa TV qaranka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo xamse umar cali een waxaan umada muslimiinta dhamaan halkan maanta magaciisa uga diraya ciid mubaarak kull caam wa antu bil khair meel kasta oo muslimiintu kala joogto ayaan leeyahay ciidan ciideeda bashwaas iyo barwaaqo ilaahay inuu gaarsiiyo waxaan gaar ahaan halkan uga diraya munaasabada ciid al adha awgeed hooyo faadmo يا أبو عمر يا دمان ولا لهي وحن لي هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير يا دمان أمة المسلمين تعمل كستيك الجوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير عيد مبارك وحن هلك نجوهرين أنا محمد عبد الله الدعالة جزمة جودة وزارة رماد بدي سكاشة عالمة جمهورية سومالي لان وحن هلك كسلام يا دمان شعب وينها مسلمين تا جارهان شعب كري سومالي لان waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland president Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha ku xigeenka iyo dhammaan xukuumadda waxaan kor u jecel halkan inaan ka salaamo saxaabteyda faraha badan ee dalka Soomaaliland jooga iyo qurbaha waxaan si gaar ah u salaamayaa halkan waalidintay abaa Cabdullaahi Ducaale iyo hooyadii Milga Haaji Daawud waxaan kor si gaar ah u salaamayaa xaaskayga Suuad Haaji Cabdullaahi Ibrahim iyo dhamaan walaaladay oo dhan inta halkan joogtay inta dibadda joogta ee ugu dambeyn waxaan Ilaahay inagu rajaynaya maalinta maalinteeda in bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo nimcooyinka faraha badan ee dalkeena Ilaahay ku kaladanayna garansiiyo ee nabad barwaaqo horumar intaba dalka waan u rajaynaya meel wanaagsan baynu marayna ee inuu halka uga soo dhawaano baa muhiim ah horumarka balaadhan iyo dadaalka faraha badan ee muddada dheer ay dadkeenu iyo dawladdeeduba soo sameeyeen muddada 23 sanadooda in ilaahay sanadka sanadkiisa inagu simo inagoo gaarnay himilada inagu weyneyd oo noqonay xubin kamid ah ee ururada caalamka isla markaana helay aqoonsi siyaasi iyo buuxa hadii ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa barbarkayga taagan aabo iyo caruurtiisi ku soo dhawo telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabada ciid awgeed bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kull caam wa antum bakhayr dhammaan shacabka ummadda islaamka meel kasta oo joogaan iyo inta afka Soomaali ku hadasha gaar ahaan ummadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland saddex isbu qaran saddex gole qaran iyo saddex ciid qaranba iyo dhammaan hooyada iyo waalidinta dhammaan ciid mubaarak baan leeyahay kulli caam wa antum bakhayr iyo dhammaan tiifiga qaranka ba ay aad ugu hawlanayeen hawlahan ku jira gudan jireen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم حنك السلام يا دمان مسلمين تميل كسي جوغان وحن لي عيد وناكسين هاي عيد عيد هذا بش بشي برواقين وقرسيو أكم حنك السلام يا هو يا أبهاي وحنك السلام يا ديك محمد اسمان حسن وحنك السلام يا دمان تمغ عيق يمو غيق بقرنس وحن لي عيد وناكسين عيد وناكسين بسم الله الرحمن الرحيم مغ عيق وعمر علي مدر وحن حلقن كسلام يا مناسبة عيد الفيت عيد الأضحى أوجد dhammaan madaxda qaranka oo madaxweynuhu horeeyo iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka dhammaantood waxaa kala halkan ka salaamayaa faamilkayga iyo ehelkayga meel kasta ay dunida dacaladeeda maanta kaga ciidayaan waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyadii macaan oon leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ha inagu gaarsiiyo sidoo kale waxaan salaamayaa walaaladay iyaguna meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida bashbash iyo baraare ku ciida عيد مبارك مقعيقو محمد اسماعيل سليمان هلكا وحنا كسلامايو امدا سوماليات ميل كاستي جوغان غارهان امدا ريسو مالان
aanu rishaynayo bashbash iyo barwaaqo bisha bisheeda farxad iyo faanfaan inay ku gaaraan run ahaantii waxa ka maqnaa in magdhowriidood magaalada Hargeysaad waxa ka muuqda horumar ballaaran iyo maxaan ku raadaya dhismihiisa casriya hoteelo casriya magaalada way horumartay Soomaaliya waxaan ugu rajaynaynaa guul inuu Ilaahay ku simo halka wax ka salaamayaa aan si gaar ah waxaan ka salaamayaa degmadeeda aan ku dhashay Arabsiyo hooyaday Maryan Daawud Nuur iyo aabaha Ismaaciil Saleeban madar iyo dhamaan walaalahay iyo ina kayga ordeeda Mubaarak Maxamed Ismaaciil Saleeban TV-ga qarankan waan salaamayaa isaguna barnaamijka soo diyaariyay shee shaqaalaysa meel kasta ay kari joogaanba marka dadka waxaan leenahay ciid Mubaarak bisha bisheeda farxad iyo faanfaan Allah inuu gaarsiiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام أمد المسلمين تاء يلك سؤال جوكتان كل عام وأنت بالخير عيد مبارك عيد وناكسن مقاعي وعبد عيز جبريل وحن لعيد يا عرور تيدا تمام تيم حيدي رشين ليا سنة كم سنة كيسة إنها بشبش يبرواق خوك عدا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك تمام أمد المسلمين كا قرهان أمد الرسمالان waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa waxaanu jeedinayaa Soomaaliland waxaan musabbihi aadi labada gala qaran iyo shacabnaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid maarif ciid maarif ilaahay ciida ciideeda bashbashiyo barwaaqaha lagu gaarsiyo bismillaahir rahmaan rahiim bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ugu horeey ilaahay baa mahadle mar labaadka waxaan hambalyo iyo tahniyad u dirayaa dhamaan umada islaamka meel kasta oo dunida caalamka ka joogan خاصة هان شعب وينها جمهورية الصوماليلان مناسبة عيد الأضحى وحن هلكن هم بليد هي تهنيد وجوه الرئيسية مدحينها قرن كصوماليلان مدن مصبيح عبدي قدوميها حسب عدالة يا دريال كان مدن إنشنير فايس العلي حسين رمان بحر حسب وينها يا قرن كصوماليلان حسب عدالة يا دريال كا فامل كيجا مرويدة إذا ويل كيجا رمان تقول وحن لها عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال رنتي ومالين قيمة بدن ودنيا الإسلام كو قيمة بدن ومالمها آتيات كي نوغو قيمها بدن دمان بوح علي هاي حنبالي دا يتهني دا قيمها بدن مريدين صدريا تيفيق قرن كي يبه صحفة دنو حلي هاي آدي يد بدو قمها سندي ساد بلشيدة وغلا شقين سان النزو قرب تاقن تي معي قوة عبتاكين دي إبراهيم حلقا محكا السلام يا دمان ومد المسلمين تعامل كسلي جوكتو عيد الأضحى وحن لي دمان عيد مبارك إلهي عيد عيد ده نقول قادسي وبش بشية برواقه سكر عالكم حق السلام يا دمان فاميلي أصحابها يقول قال يا دمان تدو حن لي عيد مبارك إلهي عيد عيد ده نقول قادسي وبش بشية برواقه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وحن سلام يا بالشوين تسلام كا ملك استوي شوغان وحن لي هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير waxaan munaasabadan doonayaa ciidda inaan uga faa'iideysto aan salaamo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi Xildiid iyo madaxweyne kuxigeenka Cabdiraxmaan Sayliici sidoo kale waxaan salaamayaa dhamaan hoggaamiyasha ciidanka qaranka oo ugu horeeyo generaalka guud ee ciidanka qaranka waxaan kaloo halkan ka salaamayaa munaasabadan ciidda uga faa'iideysanaya waalidintaydii aabahay Cumar Jibriil Bile iyo hooyaday Maryan Yunus Maxamuud iyo dhamaan walaaladay ilmo Cumar Jibriil ayaan halkan ciidda uga salaamayaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khayr waxaan kaloo salaamayaa saxaabtayda ila socota ugu horeeyo Cabdirashiid Axmed Cilmi Shucayb Maxamed Maxamuud Faarax Axmed Yuusuf iyo Nuur Xaamud Cabdicasiis Maxamed Omar Nimcaan Cabdi Muuse dhamaan ba waxaan leeyahay walaalayaal ciid mubaarak kulli caam wa antum bi khayr aniga waxaan salaamayaa hooyaday aabbaha aya kale salaamaysaa حوالي محلي هذا منتج عيد واري بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وهذا نحمد محمد عن أمة المسلمين تاع ملك استيشوبان بلاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنت بخير إلهي عيد عيد هذا بتقول يا يبش مش يبرواقة هاي نقص ما ما شاء الله يفرحنا يقولون والله ملك استيشوبان مقعد وأحمد فيصل محمد waxaan salaamayaa anoo ku faa'iideysanay munaasabada ciid ee xadaraadeed dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo ummada Soomaaliyeed meel qof meel kasta ay ku sugan yihiin si gaar ah waxaan salaamayaa ummada jamhuuriyadda reer Soomaaliland dalka dibadba qulqulchoog iyo qulbajoogba waan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bi khayr waxaan sidoo kale salaantan ugu faa'iideysanayaa fursadan qaaliga ah tiif shaqada komisiyi aan salaamo hooyada iyo aabahay
aan ku xigsiinayo madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi madaxweena kuxigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeliici iyo dhamaan golaha wasiiradiisa ee xukuumadda ku tirsan tahay sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabteyda qaaliga ah iyo meel kasta ay joogaan dalii dibadba waxaan kaloo salaamayaa walaaladay iyo meel kasta ay joogaan dalii dibadba sidoo kale waxaan salaamayaa runtii ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland nooc kasta yihiin iyo meel kasta ku sugan yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caanta ugu taqaar ugu dambeyn waxaan salaamayaa baahweynta TV ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wariyaha iga dadihiinayay cameramanka waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadkan sanadkiisa inuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad yaa salaamaysaa ciid wanaagsan hooyaday iyo aabbahay iyo habaday iyo aftigay baan salaamayaa wax dhammaan waxaad leedahay ciid mubaarak ciid mubaarak بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با مهلا إلهي با كنجي مهلا كل عام وأنت بخير وحن همبلية عيد ودرايا رمان شعبي وينها إسلام كامير كستي جوغان غارهان شعبي كتشموريه دا سومالي لان وان لا يهي إلهي سند كان سند كيسا عيدا عيد دا بش بش برواقو هرمر عافمات يمنا بالهي لغو غارسيو waxaan ugu horeyn ka salaamayaa salaanta ciida waalidkayga familygayga dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqahay nagu soo gaarsiiyo ciidan waa ciid weyn waa ciid weyn waa ciid al-adha waxaan leeyahay dhammaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu acmaasha saaliha aynu soo qabannay ilaahay naga aqbalo waa maalin khayr leh ilaahay acmaasha hay naga aqbalo shacabiga Soomaalilandna waxaan leeyahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabad qab iyo karaamo ilaahay idinku gaarsiiyo sanadka sanadkiisa anoo ku hadlaya afka gobolka Marood Jeex xisbiga cadaaladda dareenka u ciid waxaan ummada islaamka ah u dirayaa gaar ahaan Soomaaliland hambaliyo 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 munaasabada ciid al-adha Faisal Maxamed magacaygu waa Maxamed Faisal Maxamed waxaan leeyahay dhammaan ummada muslimiinta ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan familygayga ugu horeeyay hooyaday aabahay walaaladay iyo dhammaan asxaabteyda oo la helay ciidna ciideeda inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan sidoo kale halkan aad ugu salaamayaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan golaha wasiirada xukuumadda golaha xildhibaanada iyo dhammaan ciidamada qalabka sida oo leeyahay iyagana ilaahay ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Soomaaliland oo aynu ku gaarnayado ictiraafa waxaan sidoo kale halkan aad uga salaamayaa oo halkan dhanbaal tahniyad ugu diraya dhammaan xujiida maanta ku sugan xajkii oo la yeeyay ilaahay ciidan ciideeda iguna inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhammaan ilaahay naga aqbalo acmaashii subaneedan soo qabanay waxaan sidoo kale halkan aad uga salaamayaa dhammaan telefishinka qalankii shaqaalweynaha oo halkan hambalyeeyay galftirka ugu diraya oo la yeeyay ilaahay ciidan ciideeda inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo Soomaaliland ictiraaf aad doon maasinta halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka munaasabada barakeysan ee ciidul adxa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr taqabbalallahu minna wa minkum saalixal a'maal shacab weynaha soomaalida meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta dhammaantood waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alla waxaan uga baryayaa in sanadan sanadeeda bashbash iyo barwaaqo uu ku gaarsiiyo aanu magacaygu yahay cabdirasaaq qorsamo jaamac waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shucuurta islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum a'maala saaliha waxaan gaar ahaan u salaamayaa hooyada xaawo yuusuf cali aabahay warsame jaamac muuse iyo dhammaan carruurteyda ilmo warsame jaamac ayaan halkan ka salaamayaa asxaabteydii ehelkeyga qaraabadeydii dhammaan madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan seeliici golayaasha baarlamaanka guurtida wakiilada wasiirada axsaabta qaranka dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciida ciideeda inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo inagoo ictiraafilna insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومدى مسلمين تا ملك استو اي جوغان قارهان ومدى رير سومالي لان وحان قارهان ان اد السلام ايا وان حبل يد عيد او در ايا هوغان كا حسبقا او عيد دونيا حسبقا دونيا كو حيان كا حوغا ايها وحاك لو ان سران لمد اه او المناسبة عيد او قيد او در ايا madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku xigeenka dhammaan golayaasha qaranka waxa kale oo aan salaan taala mid aan u dirayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxaan si gaar ah u salaamayaa
حاسس كيغا يعرور تيدا وان لهي كل عام وانتم بالخير مقا عيق وحر عبد الرساق احمد عبد الرحمن وحن سلام واديت دمدن مسلمين ملك سو جوجتا وحن له عيد مبارك كل عام وانتم بخير مقا عيق وعد مجيد يوسف عبد الدائر وحن كسلام يا هويدي يا اباي يا عرور تيدا يا يوينكي يا مدحمينا مصبحي هاكي وحن كسلام يا وكله أو ياشي كل عام وأنتم بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بالخير كل عام وأنتم بالخير مناسبة إيدا عرفوا السلام عليكم مقعي وعبد الناصر أحمد عبد الرحمن عيد مبارك وحن سلام يا والكي دمان ضدك السلام كمير والتشوغا وحلي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحن سلام يا كلوة اللي انتي أوردن وحني لي عيد مبارك كل عام وانتم بخير Somebody that is good. Help is hot. كليل. كليل. And. And. يا سلامي صح؟ My dad. My هو يا سلام يا. هو يا سلامي صح؟ إيه. أبو. إيه أبو. إيه أبو. إيه إيه. الله عيد مبارك. عيد مبارك الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Faisal Cabdirsaaq Axmed waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta meel kasto ay joogan gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa hooyadii qaali aabahay familkayga iyo intii dhamaan magacaygii muuqayga garanaysa waxaan leeyahay dhamaan kullu aam wa antum bikhair ciid mubaarak bismillaahir rahmaanir rahiim ciid wanaagsan dhamaan umada islaamka meel kasto ay joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhamaan gaar ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la ciid ciideed ku garab bashbashay barwaaqo dhamaan waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyo ayi Cabdi Fataxo ya salaamaysa yes ya salaamaysa hooyo yes ya aabo ya haye ya kala salaamaysa abtiyaasha ha maxalla ciid mubaarak ciid mubaarak walaal ha kul aam wa antum bikhair ciid wanaagsan dhamaan dhamaan waxaan salaamayaa bulshada ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dunida islaamka dhamaanteed baa ciid wanaagsan waxa kala runtii fursadan aan uga faa'iideysanayaa oo salaamayaa dhamaan shaqaalaweynaha qaranka meel kasto joogan caruurtooda iyo xaasiskooda waxa la leeyahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo ku gaara kullu aam wa antum bikhair waa ciid farxad iyo baraare iyo bashbash aan ku ciidnay marka dhamaan waxaan u rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa ictiraaf iyo baraare aan ku ciidno waxa kala salaamayaa madaxda qaranka iyo runtii ciidamada qaranka iyo cid kasto oo wadankan iyo dalkan tacab iyo maskaxba soo gelisay waxaan leeyahay ciid wanaagsan kul aan waanta bakhair salaam aleekum kan horta maanta waxaan dhamaan shacabka reer jamhuuriyadda Soomaaliya dhamaan umada muslimiinta kale ciid mubaarak farxad ciid waxaan qan kala qaybsanay oo salaam uga diraya waalidkiiga aabahay caruurteeda sidoo kale waxaan halkan salaam aan ka qaybsanay madaxda qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxda asxaabta si gaar ah salaamayaa saaxiibka aafeen Cabdi Naasir Buuni asxaabna iyo dhamaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay nabad ku ciida Ilaahay abaaraha inaga soo furto gaay raxmadkiisana inoo soo dhaweeyo waa waxaan salaamayaa hooyadii iyo aabahay iyo ciid mubaarak magaalada halkaasay waxaan bartan ka salaamayaa hooyadii aabahay iyo ilmaabeetay iyo waxaan ka salaamayaa habriyaashay iyo saaxiibayaashay iyo waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Muuse Biixi hooyadii aabahay iyo walaalahay iyo ilaatiyaashay iyo hooyaday maxaa leedahay ciid mubaarak magacaygu waa Cabdi Cali Maxamed Cismaan waxaan ka salaamayaa bartan hooyaday aba iyo abtiyaashay iyo ayeeyday maxaa leedahay ciid mubaarak bismillah magacaygu waa Cabdiqani Axmed Cabdiraxmaan Muuse waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta dhan ee Hargeysa ku nool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa hooyaday aabahay iyo edeyashay oo dhan bilow أنا مراعي واحد إلى الدرحان محمد سمان وحنا كل سلامة يا حقا ولا الله يا ارتياشي هو يا شي يا بهاي يا يدي حلا هذا هاي عيد مبارك عيد مبارك أحمد عبد الرحمن قرشة وكم إذا مشين كوسارة وفافنتا طبعا كيو عيد جلنت جمهورية سومال لان سجي أبد كيسي من كوكب الني مانصور هوتيل
سودو بسم الله الرحمن الرحيم ودوهي دمان والسلام يا أمد الإسلام كم يلك سيتشوغان دمان أمد الإسلام كم يلك سيتشوغان عيد مناسبة عيد أوجد وعلى عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان والسلام يا أحمد شافي وور رأيه ولكن ما تيجي تشوغة الضوء يا يعني آدي يا السلام يا يا دمان أمد الإسلام كم يلك سيتشوغتو على عيد مبارك كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم وحن لا هاي شعب كرير سمالي الآن ميل كستوي تشوغان دل يدي بدبا عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي وحن قررتين يا شعب كرير سمالي الآن إن باش باش يبر واقوكو قادان عيدا عيد ديدا ألك وحن كسلام يا مدحونا كمور يد سمالي الآن موسى بيح عبدي مدحونا كحيقينك دمان أحساب تقرن كشموريه الصومالي لانو دن أبان يدوه السلام يا لكن كل واحد كسلام يا هو يدي وعكل واحد كسلام يا حاس كي قال جا رحمة يوسف عبدي يا إنا كي جا محسن عبد الباري لما أنتي بعد بان يدي السلام يا وحن الله عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما عيب واحد لا يسمع أي شيخ عنده عالي. halka waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa dalkayga Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo salaamayaa ku xigeenka Cabdiraxmaan Zeylici waxaan salaamayaa gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka golayaasha baarlamaanka golayaasha guurtida dhammaan مسلمين تا سومالنا كل أولن وحنا لك السلام يا والي تذكى أول على هالناي أول ريا أحمد وعلي تعالي نمعة وعلي تعالي فوسي وعلي تعالي إبراهيم وعلي تعالي هي أنا قوي إسماعيل علي تعالي الليلة عمر هي عرور تيسا هي عرور تودا وحنا لها كل عام وأنتم بخير عايدين مستبشرين مفرحين عام بعد العام سنين بعد السنين أديمنا الله بالخير تقبل الله منا ومنكم من أعمال الصالحات وحن سلامي يا لبذ وريه هي قلبتي وذو حلا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل سلام يا أبتي يا شيء ويا شيء يا أباي يا هو يا هباي يا شيء يا أبتي يا شيء يا هيا ويا شيء عيد مناسبة لنا تعود يا الولي وحنا كوكو تنا برنامج كيني سلامها عيد بركة سنة عيد لها وحبر بركيجة تاجن عبد الله يا عبدي وانسين دونا كلمة دي سا سلام تعد وسلام يو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحن سلام يا هرت عيد مبارك ما الله يسمع الله نورن وحن قارحان سيل الله هاي دت كان مقال اللي تشوفه هرجيسة وحن سلام يا مدحونا وحن سلام يا دوردة وحن سلام يا ومد هرجيسة أورن وحن سلام يا فاملي يوم كي يغفر بدن يقول اللي تشوفه هاتن الحمد لله رب العالمين وحلاه سمعنا عيد مبارك عيد ونحسن الله نقوله الله نقبضيو سمعنا سبب شر الرب كنا قد إلهي نشكريو مركز سيد عمر سيد بتغنانا نبت جليدنا أي نكدو عيسنا إلهي نوضه ونصاب وحبر بكيجة تاجن قدوميها قبل خبرا محمود حامد عمر صدوه مناسبة العيد يسا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد كوغور يسا هلكا نصران وقدريا مدحوينها جمهوريه الصومالان مدحوينها كحيقينكا جمهوريه الصومالان يدمان بلشوين تا رير الصومالان كارهان وحن هلكا نصران وقدريا بلشوه كنو القبل كان مسؤولك كهاي بران وحن لايه هاي دمان تود برواقية بشبش كعيدة إن شاء الله تعالى سنة بالقليا بقى وحلو عيدي دمان جود هان سومالان وحن لنا إلى هاي نبداس يبرواقة أن كعيدنا سنة كيسة هنا جوجارسيو وحن لكن كسلام يا دمان أصحاب تيدا يفهم كي يجيم البواقة سلام يا حلا هاي وحلا يا بر بر برواقة بشبش كوجار سنة كيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي واسمي مال إبراهيم وحالك انك سلامة يا هو يدي يا أبهاي يا معي معلمين تيدي مدرسة دي ركتا أبتي أشي أهوغي إيدي انك سلامة وحن الله يا عيد موانك بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بالخير حالك ما أنت وحان سلام أوذا ومرنا يا دمان شعب ويناها جمهورية سومالي الآن وأن كنت هنيدين يو بلا شادة
عيد الأضحية وأن لي كل عام وأنتم بالخير وحال لي هاي سنة كان سنة كيسة الله هينقو قارسيو بش بش إيه برواقو هل كاين تاغن اي وين كسي هرم مرينو مركا وحان غارهان هل كان سلام وغمرين يا حاس كايغا سارة عيدين عبد الله هي عروتا إذا دمان تود هي والدين تودا هي والدين توالدين تود هي دمان شعب كسومالان كل عام وانتم بالخير أبا يا هوي يا سلام يا وحلي عيد مبارك أبي يا هوي محلد عيد برنامج كان سلامها مناسبة عيد الأضحى وحبر بركيجة تاجن صحفي وينا عبد السلام إبراهيم هري أونلاين هاي كسرة ومناسبة عيد الأضحى تلفيش كقرا كشمريد سومالا خبروا هذه بعض ما هتصنت هاي دارجة عن كابلا بهرت عيد مبارك عيد مبارك أمة الإسلام كوردن وحنور رجيني عيد مبارك عيدن عيدن إلهي هينو قارسي ونبت قليو إيا بشبش إيا برواقو إيا هرمر أفكست إلهي هالكيسا كون نبت قليو دما تواضر كيسا فرحادة إيا دماشات كددك كم وقضا مالا فربضانو مقالة دهر قيسا دان صومري سلا ياب لالو عيد إيا ولما خدر عمر كادي قربها مدو كون نوراتو عيد دما المها كلون باي لمت قريقا قاد كو عيد إيسا حتى يقوم بها تقويس كاقاد لعيد إيسا لكن runtii marka aad halkan oo kale ku yidiiso magaalada Hargeysa hotelka inuu maanta joogno ama imika inuu joogno maansoor marka aad eegto dad fara badan baa isugu yimi ee jawigo dhan baa aad u qurux badan marka qof kasta ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak baan filanayaa waayo walaal bismillaah ciid mubaaraksan ciid alaafiya halka waxaan ka salaamayaa dhamaan faamigeyga hooyaday aabahay iyo dhamaan asxaabteyda oo dhan محلية عيد ونكسن إذا العافية كل عام وأنتم بخير لما تين أدوا يدي سلامي يا مدرسة دي ذيك الشوكتان لما مسلمين تا مالي ونكسن ينهات سيدا إمو حسيق على روح سيا صاحبك محمد عبد إسماعيل إن لما تي واحد اللي هي عيد مبارك دو هاي إن مقعي وإسماعيل اسمه برالي وحن سلامي يا أمد ومسلمين توردن مركز تشوكو حن لي كل عام وأنتم بخير سيبا شعبينا رسو مهلان وحن كالله سيقارة وسلامي يا مدحوينا جبريد سو مهلان يصدح في معارضك نروح الله يا كل عام وأنتم بالخير وحنا كنسك عيدا مناسبة عيد الله قريب سنة يا فهم لي ودي عس سالم لي إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم مقعد هو موسى إسماعيل وحن شوقة هوتيل كمانصور وحن سلام يا دمان مسلمين تميل كستو اي جوغان اون لا عيد مبارك عيد مبارك وحا كلون سلام يا انتي مقعيقا قرانيسا وحن لا عيد مبارك عيد مبارك هو يدي وان سلام يا عرور تيدا حاسكيقا والا داي اهلي قيقا وان سلام يا سلام عليكم شقالها هوديل كمانصور ايا سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بان لي عيد مبارك سمكو عيدان لي طاو ديال برنامج كلا كلا انت نكو كل مدونا واني قوا خضر محمود احمد خضر حيفو يقع انت بركة سنيد احمد شافي تلفيشة كقركة جمهورية سومال لان عاصمة دهر قيساء عروي عيحو لما واعين الحينا اشهدين ويحو